مطيع، طاقة اسمك رقم 3، طبعه مائي. السورة القرآنية المناسبة هي سورة الحجر. أنت شخص متمسك بآرائك، عصبي ومتوتر، محب للمال والسلطة، مزاجي، سريع البديهة والتعلم، كتوم للأسرار، جدي ومنظم ومرتب في عملك، ذو طموحات عالية، لديك ولاء كبير للعائلة، تهتم بها وبشؤونها وتعمل لإسعادها قدر استطاعتك. تحمل 3 عناصر في اسمك، عنصر النار وعنصر التراب وعنصر الماء. تتوفق في بداية حياتك بتحقيق العديد من الطموحات والأهداف، بعدها تتحمل عدة مسؤوليات صعبة وتواجه ظروف قاسية. تعترضك عدة نحوسات وعراقيل بالعمل والزواج. تملك حاسة سادسة قوية وروحانية عالية في اسمك. أنت إنسان ملتزم ذو رأي صائب، كلمتك مسموعة وآراؤك موثوق فيها، وهذا يجعلك تحتل مكانة مرموقة وسط مجتمعك. تعترضك عدة فراقات صعبة، كما لديك سفر في حياتك. تملك حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيش حياة كريمة ورائعة. والله أعلم، والله الموفق.